أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم أنا أول شيء بعتذر عن تأخير 6 دقائق بالبس. اليوم معنا الأخ آدم المجاهر، آدم من العراق، وموضوعنا طبعا راح يكون عن الإعجاز العلمي أو العجز العلمي بالقرآن بالأحرى. هو ليس إعجازا ولكن عجز. بالبداية خلونا نرحب بالأخ آدم. أهلا وسهلا فيك آدم. أهلا، مرحبا جان، تحية لك وتحية لكل المتابعين ويانا. أهلا وسهلا فيك آدم، أهلا وسهلا. قبل ما أبدأ الحلقة بصراحة أنا بدي، في إيميل بعث لي يا صديق من الأصدقاء، هو من أظن بألمانيا، فبس أكد علي إنه أذكر الإيميل وأذكر الشباب الموجودين في ألمانيا. بقول حبيبي جان، أتمنى لك التوفيق والنجاح في برنامجك، نحتاج منك دعم معنوي لأنه في ألمانيا لدينا شباب وشابات عراقيين وسوريين يحتاجون لدعم، لأن الدواعش حتى في ألمانيا عاملين إزعاج. المهم الأهم إزعاج الأهم، والكل متابعينك، أرجو ذكرنا في الحلقة القادمة حتى نحس في شخص يدعمنا وعلما لديه صفحة باسم ملحدين في حرية التعبير. نحتاج دعم منك يا جنح. أنا يعني أدعمك بكل قدراتي المعنوية بصراحة، يعني ما أنا ما في بإيدي شيء غير إنه قلوبنا معكم وعقولنا معكم كل شيء معكم وأصدقائنا، وكونوا صامدين في وجه الدواعش. شو رأيك يا أخي آدم؟ بالحقيقة هذا شيء يعني لا مفر منه. طبعا المتطرفين في كل مكان، ولو هم يكونون في أوروبا، يعني مثل ما ذكر الصديق، لكن أيضا المتطرفين في أوروبا وفي كل مكان نشوفهم. لكن في أوروبا طبعا أيديهم مقيدة، يعني ما يقدرون يتصرفون بحرية، ولا كان قاموا دولتهم المزعومة في كل مكان. يعني بكل تأكيد، هن أصلاً لا يعني لا شيء بصراحة، لا شيء. إن كانوا يعني بالعقل ممكن تجيبهم، هن مجرد مغيبين فقط، لا أكثر ولا أقل. أكيد. طيب أخي آدم، خلينا نبدأ حلقتنا بموضوع العجز العلمي عند المسلمين. بصراحة شيء، الشيء المضحك في موضوع أغلب كل الأديان، وليس أغلب الأديان، كل الأديان عندها الموضوع الإعجاز، إنه نحن يعني اللي ما عنده حجة ما عنده شيء فورا بيطلع بيقولنا عنا إعجاز علمي، وعنا إعجاز علمي بطيخي وما بعرف شو، ومع إنه يعني إن دل على شيء يدل على عجز بصراحة، عجز لا مثيل له. يعني المسيحية مرت مرحلة، اليهودية، كل الأديان البوذية، التوزية، الهندوسية، القرقاطية، المرقاطية، كل هالأديان هي. وأخيرا يعني طلوا علينا بالقرن العشرين مثلا جماعة الإعجاز العلمي بالقرآن. أخي آدم، إذا بدأنا من خلق الكون، يعني اللي أهم نقطة ممكن يحكوا فيها المؤمنين، طبعا نبدأ الإعجاز العلمي في القرآن بمسألة كان رتقا وفتقناها بالبيج بانج. طبعا يا ريت تحكي لنا شو وجهة نظر القرآنيين أو جماعة المسلمين، بهلول النجار وشلته، هذول جماعة الإعجازيين خلينا نسميهم، ذاكر والحقيقة العلمية. يعني شو الفرق بين هالخرافة أي والحقيقة العلمية والطرح اللي يطرحوه هن؟ تفضل. بالتأكيد. طبعا بالبداية تسمح لي انه اقدم مقدمة، ليش انه انا اخترت هذا الموضوع، موضوع العجز او الاعجاز العلمي المزعوم في القرآن. لانه الموضوع يعني موضوع مهم جدا، دائما يستغلوه المشايخ، يستغلوه الدعاة، دعاة الدين والتدين، في سبيل انه يوهمون الناس البسطاء اللي ما عندهم اطلاع وما عندهم ثقافة كبيرة، في
في سبيل انه يجروهم الى التعمق بالدين، وبالتالي الى التطرف، وبالتالي الى تطبيق ايات الدين الجهاديه والى ما الى ذلك، وبالتالي تشكيل جماعات مسلحه ودول خلافيه وما الى ذلك، مثل ما مثل اللي نشوفه. فيستغلون مساله الاعجاز العلمي، الم ترى ان الله خلق، الم ترى ان الله فعل، الم ترى ان الله رفع السماء، الم ترى. فبالتالي انه الانسان البسيط لما يواجه هذه الآيات، لما يعني يصوروا لي اياها بشكل انه ينخدع بها. فلذلك هذا الموضوع جدا مهم، لازم نوضح للناس، لازم ان نشوف الناس انه هذا الاعجاز العلمي المزعوم هو اعجاز فارغ، اعجاز كاذب لا اساس له من الصحه، وبالادله، والادله علميه بحته وموجوده، في بمجرد اي بحث بسيط ممكن لأي شخص عادي يسوي أي بحث بسيط يكتشف الأدلة ويكتشف البراهين وبالصوت والصورة. ونبدأ مثل ما تفضلت بمسألة نشوء الكون وخلق الكون ومسألة الانفجار العظيم والبيج بانج. طبعا بعد ما أنه أثبت العلم بالدليل القاطع وبالقراءة الموجات التي لا تزال لحد يومنا هذا من 14 مليار سنة لحد يومنا هذا ما زالت موجات الانفجار العظيم تتردد بالفضاء. فاكتشفوا العلماء، اكتشف العلم انه اكتشف من خلال هذه الموجات انه صار الانفجار العظيم وهو اللي ادى الى نشوء الكون. وهذه حقيقة لا يمكن لأحد ان ينكرها ولا حتى المشايخ. فالمشايخ سووا، لأنه هذه سلعتهم متبور، فحاولوا أنه يحتالون على العلم أو يخلون توافق بين العلم والقرآن حتى سلعتهم لا تبور. فجابوا هذه الآية، الآية هي سورة الأنبياء الآية 30: أولم يرى الذين آمنوا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، بالإشارة إلى أنه هذه الآية تشير إلى الانفجار العظيم. طبعا هذا الشيء خاطئ جدا، لأنه بالبداية لو نشوف الكون، نشوف الكون ونشوف الآية، الآية تقول أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، لكن الكون ما بي بس أرض، الكون ليس بس أرض، الدين يتمحور كل حول الأرض، حول ما في الأرض، لكن الكون أكبر من الأرض بمليارات المرات. أرجو أن يفهم هذا المشاهد والمتابع، أنه يفهم أنه الكون عبارة عن مليارات المجرات اللي هي إحنا أقل من حبة رمل بيها. الكون ليس أرض وشمس، الكون أكبر من هذا بكثير. فالكون ليس أرض، ليس كما تذكر الآية أنه السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. ثاني نقطة أحب أن أوهلهم، أنه الأرض بعد الانفجار العظيم، الأرض لم تتكون، يعني بعد الانفجار العظيم تكونت بعد الانفجار بتسع مليارات سنة، تسع مليارات سنة يلا انوجدت الأرض. طيب كيف أنه يعني في آية ثانية يذكر أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ طيب ستة أيام ولا تسع مليارات سنة؟ تسع مليارات سنة بعد الانفجار العظيم يلا جت الأرض، وطبعا ما كان عليها حياة، بعد ثلاث مليارات سنة يلا بدت الأجواء على الأرض أنه تكون ملائمة للحياة. تمام. طبعا هذه الفكرة أيضا، فكرة أنه السماوات والأرض رتقا ففتقناهما، طبعا هي فكرة قديمة، أيضا فكرة لو نرجع لها أنه هي فكرة من أسطورة سومرية، وهي أسطورة الإله إنليل. الإله إنليل اللي هو أيضا في الأسطورة، لو ترجعون إلى المراجع التاريخية، ايضا هو امر انه السماء والارض تنفصل او تنفتق من المياه، وهي هاي اسطوره الخلق السومريه طبعا موجوده، وكل يقدر يرجع
يبحث عنها في بالانترنت. هاي اسطوره قديمه وتسبق الاسلام باكثر من 3000 سنه. هي نفس القصه، وتتبعها ايضا قصه انه الاله انليل انه امر انه تموت كل الاحياء بطوفان عظيم، وهي قصه نوح اللي هي مذكوره حرفيا في ملحمه جلجامش، قصه الطوفان العظيم ونوح اللي انقذ الكائنات في سفينه. فهذه أولاً علمياً غير ممكنة، لأنه بعد الانفجار ب9 مليارات سنة يلا انوجدت الأرض، تاريخياً مذكورة هي قبل القرآن. طيب نرجع إلى تفسير الأولين، تفسير اللي يسموهم بالدين علماء التفسير وأعلام التفسير بالدين. طبعا نرجع الى اقتباسات، انه ذكر احد قول ابي صالح ومجاهد، طبعا هذا لا صحابه طبعا تناقل او هذا التفاسير وهذه الشروحات تناقلوها. طبعا تعرفون ان الاحاديث تكون معنعنه، طبعا اللي شويه متعمق بالدين طبعا يعرف ان الحديث معنعن، ويعني هذا مصطلح ديني المعنعن. فعن ابي صالح عن مجاهد انه ذكر انه السماء في شرح لهذه الايه انه السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، انه هي كانت 7 سماوات وسبع طبقات من الارض مرتقه، يعني مثل متخيطه، مثل ما نقول مخاطه، ففتقناهما يعني قسمهن او فتقهن الى 7 سماوات وسبع ارض. في هذا شرح علماء المسلمين الاوائل. طيب كيف انت تجي مثلا الان يجون المشايخ المحدثين اللي مسوين ابديت فاشل، طبعا هو هذا الابديت يحاولون يجيبون الحقيقة العلمية ويدخلوها بالقرآن، والقرآن يعني في الحقيقة يعني بعيد عن الحقائق العلمية وعاجز جدا، عاجز جدا. أنا الآن يعني أخاطب عقول كل من يشاهدنا، أنه أين الإعجاز العلمي في هذه الآية؟ أين الإعجاز العلمي في أنه الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام؟ كيف 6 أيام؟ وكيف أنه صار الانفجار العظيم بعد 9 مليارات سنة يلا انوجدت الأرض؟ طيب كيف أنه الأرض موجودة والقرآن يتمحور حول الأرض والشمس؟ وكيف أنه العالم مليء بالمجرات، مليارات المجرات الواسعة؟ أين الإعجاز؟ هل هذا فعلا كلام إله؟ هذا يخص هذه النقطة طبعا. طبعا اكيد، يعني انا ما اظن في شيء اسمه اعجاز، يعني هو في عجز بالدماغ المسلم لتفسير، يعني انفصام شخصيه بصراحه، يعني عقده النقص يعني، والدفاع عن الخرافه ما راح تكون الا بخرافه، يعني ما اظن العلم راح يؤيد الخرافه، هنا بس يحاولوا تخريف العلم، يعني خرفنت العلم، ياخذوا العلم لمرحله التخريف، ان ما بقدروا يوصلوا للعلم فراح يجيبوه لمرحله التخريف لعندهم يعني. طيب خلينا نحكي على موضوع دوران الارض، يعني شفنا نحن مثلا في هذا داعي سعودي اظن الباز ولا غيره، هو اللي طلع فتوى انه من يقول بدوران الارض حول الشمس كن كافر، وطلعنا امس كمان من كم شهر واحد مسطول عم بيقول انه كيف يعني لو كانت الارض تدور طلعت الطياره كان وصلت للصين، يعني الصين كانت لعند الطياره. هل همج هل الاغبياء هذول، يعني كيف بترد عليهم بموضوع دوران الارض حول الشمس، مع ان الكنيسه ذات نفسها يعني لحتى يوم جاليليو جاليلي كانوا فكرتهم انه الارض هي محور الكون،
تفضل. طبعا اكيد هي النقطة اللي طبعا هي لا يمكن لأحد إنكارها، إنه القرآن والدين والأحاديث أكدت في أكثر من آية وفي أكثر من نقطة إنه الشمس هي التي تقوم بالدوران حول الأرض، وليس إنه الأرض تدور حول الشمس، وهذا في عدة مواضع في عدة آيات. طبعا اللي ذكرتهم المشايخ من ضمنهم هو مفتي السعودية، اللي حاليا هو مفتي السعودية، في أحد البرامج طبعا ذكر بالحرف الواحد موجودة على اليوتيوب، إنه قال إنه القرآن يقر بأن الشمس هي التي تدور حول الأرض، وهي اللي تشرق وهي اللي تغرب، عن آيات راح نمر على ذكرها الآن، يعني هي اللي تأكد هذا الشيء. من ضمنها إنه سورة الأنبياء الآية 33: هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وكل في فلك يسبحون. الشمس والقمر وكل في فلك يسبحون. طبعا هذه الآية يعني ما يعني ما في منها مفر، ما في منها مفر، إنه الشمس والقمر كل في فلك يسبحون، يعني إنه لو نشوف إنه الليل والنهار وتبعها والشمس والقمر، يعني ظاهرة الليل والنهار تبعها الشمس والقمر وكل في فلك يسبحون، أي إنه تعاقب الليل والنهار إنه هو الشمس والقمر التي تتحرك، فهذا لا مفر منه. يعني لو أراد تأويله إلى غير أسباب وغير هذا، وقال لك إنه هذا تعبير مجازي أو يعني ما في مفر. هاي أول آية. طبعا عندنا سورة ياسين الآية 38: والشمس تجري لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها. طبعا داخل المجموعة الشمسية، داخل المجموعة الشمسية وداخل المجرة، مجرة درب التبانة اللي احنا نعيش فيها، اللي هي تتواجد بها مجموعتنا الشمسية وكوكب الأرض، الشمس ثابتة لا تتحرك، تتحرك حول محورها، أي حول نفسها، لكن ظاهرة الليل والنهار تسببها حركة دوران الأرض. هذا شيء يعني منمر على إثباته، لأنه هو شيء ثابت للجميع، يعني هذا ما بيوم منه مفر. فهذه الآية الثانية اللي تقر بدوران الشمس حول الأرض وبحركة الشمس، وهي سورة ياسين 38: والشمس تجري لمستقر لها. طبعا في حديث يشرح أنه طبعا في مذكور في صحيح البخاري، قال أو تدري، طبعا يعني محمد يذكر إلى أبو ذر، يقول له: أو تدري أين مستقرها يا أبو ذر؟ يعني والشمس تجري لمستقر لها. قال له: أتدري أين مستقرها يا أبو ذر؟ قال: عند العرش تسجد لربها حتى يأذن لها بالعودة. يعني هاي الشمس لما تغرب ما تشرق في الناحية الأخرى من الأرض، لأنه طبعا هاي مسألة احنا ما راح نمر على ذكرها، إنه الأرض في تفكير الدين أو في طرح الديني إنه هي أرض مسطحة ليست كروية طبعا، والأرض بسطناها، والأرض طبعا هاي آيات تانية ما نمر على ذكرها لأنه موضوعنا. فيقول لا: أو تدري أين مستقرها يا أبو ذر؟ عند عرش الرحمن تذهب لتسجد لربها وحتى يأذن لها بأن تعود، يعني تذهب تحت العرش تسجد حتى تعود في الصباح الآخر، يعني ولا ما تشرق في الناحية الأخرى من الأرض. فهذا اللي النقاط اللي موجودة، يعني في طبعا نقاط أكثر، في عندك إنه حتى رآها في قصة ذو القرنين، حتى رأى الشمس تغرب في عين حمئة، وقال: ما هي العين الحمئة؟ فسروها طبعا علماء المفسرين، علماء الشرح والتفسير الأوائل،
انه طبعا العين الحمئة انه هي مكان تغرب به الشمس، تخرج من عين وتغرب في عين، وتكون اذا كانت العيون متقاربة يكون النهار سريع، ويكون في الشتاء يعني هذا، فيكون اليوم قصير في اقصر يوم في الشتاء. وطبعا اكدوا على هذا الشيء او اثبتوه في آية ثانية وهي رب المشارق والمغارب. فليش هو مشرق واحد ومغرب واحد؟ ليش مشارق وليش مغارب؟ انه لانه عيون كثيرة اللي هي تطلع منها الشمس وتغرب بها. فهذا ما جاء في العلم. يا مسلمين يا ناس، هل هذا كلام إله؟ هل هذا كلام صحيح علميا؟ هل أنتم يعني تصدقون هذا الكلام؟ يعني هذا اللي احنا نريد ان نكشفه، ونريد ان نظهره للناس، انه مسألة الإعجاز العلمي اللي يتبجح علماء الدين كما يسمون نفسهم علماء ومشايخ الدين، هي مسألة كاذبة لا أساس لها من الصحة. وكل الشروحات اللي قدموها الحالية طبعا منافية للشروحات والتفاسير القديمة اللي هي للعلماء المسلمين كما يسموهم في زهو عصر الإسلام، بعد العصر الأموي والعصر عصر الخلافة. طبعا هذا كله منافي. فهاي بالنسبة لنقطة دوران الأرض ودوران الشمس. طبعا القرآن يقر بشكل قاطع أن الشمس هي التي تدور حول الأرض، وهي اللي تسبب الليل، ظهرة الليل والنهار، بالآيات وبالأدلة وبالأحاديث مثل ما أسلفنا عليكم. بكل تأكيد أخي آدم، بكل تأكيد. يعني القرآن يعني إثبات كامل للخرافة، يعني للتخريف العصور الوسطى. يعني هو يعني مثل ما أكيد. بيقولوا مسطرة أو سامبل من تخاريف العصور الوسطى يعني. لكن للأسف الشديد بتلاقي مين راح بيحاول يزين الخرافة ويلبسها بشكل علماني أو علمي، ويعرضها على الناس اللي لا تقرأ ولا تبحث، يعني اللي بيهزوا راسهم وبيمشوا بيقدسوا مقدسين الوهم للأسف الشديد. طيب خلينا نروح على موضوع انعكاس الضوء من القمر أخي طبعا. آدم. يعني شوف شو بيقول القرآن بخصوص انعكاس الضوء. هل الضوء من انعكاس، ولا هو من ذات القمر بيطلع، ولا شو قصة الانعكاس؟ تفضل. طبعا هاي النقطة أيضا مهمة جدا، اللي يستغلوها بعض، استغلوها طبعا، مو يستغلوها إنما استغلوها كثيرا دعاة التدين ودعاة الدين، حتى يأثرون ويصنعون طبعا نفسهم. بالبداية يصنعون نفسهم شهرة، ويصنعون نفسهم ثروة، وبعدين يصنعون من الناس اللي يصدقوهم ويتبعوهم، يصنعون منهم عصابات، ويصنعون منهم مشاريع للقتل والدمار. بعد ما يقنعوهم بهذه الإعجازات الكاذبة، يحثهم على تنفيذ الآيات البقية، آيات الجهاد وآيات إلى آخره. فمن هذه الآيات الإعجازية المزعومة، إنه كيف عرف، يعني كيف يطرحها رجل الدين؟ يطرحها رجل الدين إنه يعني يخاطب مجموعة من الناس البسطاء، يقول لهم كيف عرف النبي قبل 1400 سنة إنه ضوء القمر هو انعكاس لضوء الشمس؟ كيف عرف النبي؟ طيب أنت جاوبنا، كيف عرف النبي؟ يذكر لنا الآية، آية الفرقان الآية 61: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قمرا منيرا استشهد بأن المنير، أي النور، كلمة النور في اللغة العربية أي أنها تعني أنه هو انعكاس للضوء، أنه ليس قمرا مضيئا وإنما قمرا منيرا، أنه هو انعكاس. بهاي الكلمة استشهد بها حتى ينوه أنه
ضوء القمر هو انعكاس وليس ضوء أساسي يعني يصدر من القمر. طب يعني أنا في ردي، يعني في ردي وأبين للناس إنه كيف نتحظ هذا الشيء ببساطة ومن القرآن نفسه طبعا، إنه في آيات أخرى، يعني سورة النور آية 35، الله نور السماوات والأرض. طيب النور كما ذكر أحد المشايخ إنه هو نور مستعار، يعني انعكاس للضوء، النور هو انعكاس للضوء. طيب كيف أن الله نور السماوات والأرض؟ هل الله نوره مستعار؟ هل الله مستعار؟ يعني شوف التلفيق، شوف الدهاء بالتلفيق. يعني مجرد أي بحث بسيط، يعني أدعو المتابعين، يعني أي بحث بسيط ممكن من خلاله أنه تكتشف غلطات منطقية. نشوف آية ثانية، الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، سورة البقرة 257. كيف يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ هل يخرجهم إلى النور مزيف؟ هل هذه فكرة منطقية؟ طيب إذا هو يعرف أن الله، يعني هو الله هو كتب هذه الآية وهذه الآية، طيب إذا هو نور مزيف كيف يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور؟ وكيف هو نور؟ خليكون ضوء أفضل يعني، أو في ليد يعني يكون أفضل يعني اقتصادي، لأنه ما يأخذ كهرباء. فيما يخص الآيات، طبعا هل في انه ناس عرفوا انه ضوء القمر ليس هو انعكاس قبل الإسلام؟ طبعا في ناس عرفوا، مثل العالم أرستارخوس اللي هو عالم يوناني، طبعا عاش في سنة 230 إلى 310 قبل ولادة محمد، عاش في هاي الفترة، وهذا العالم طبعا قدر يكتشف وكتب في هذا الموضوع إنه ضوء القمر هو ضوء ليس حقيقي وإنما انعكاس لضوء الشمس. طبعا هو كان له حساباته وحساباته مطولة. طيب معنا اتصال من الأخ جانو. أخي جانو تفضل. أخي جانو تحياتي حبيبي جان لك والأخ آدم. طبعا أنا ما بسميه الإعجاز العلمي، أنا بسميه الإزعاج العلمي. الإزعاج العلمي بالضبط. طبعا بالنسبة للأرض والسماء، أصلا ما في شيء اسمه سماء. إذا ما في الأرض ما فيها ماجنتيك فيلد، ما راح تكون في السماء الموجودة اللي هلا نشوفها. والسبب الكور تبع الأرض الجوف، نواة الأرض، سبب لأنه السماء موجودة. ثانيا مثلا المريخ قبل ملايين السنين كان عنده جوف، وهلا ما صارت كوكب ميت. بالنسبة للشمس، القرآن بيتذكر شمس واحد بس. أنا هلا ببعث لك لينك إنه لاقين شمس أكبر من هذا الشمس الموجودة في المجموعة الشمسية اللي نسميها ميلكي واي. هو جانو جانو هو هي كل نجمة هي عبارة عن شمس ثانية، يعني مليارات المليارات من الشموس. يعني أنا فقط بقول إنه في القرآن ما تقول شمس واحد. صحيح صحيح. فلماذا لم تذكر شموسا، يعني شموسا ثانيا أو أشماسا جمع؟ فكثير مغالطات فيها، وكثير فقط مشان يضحكون على عقول الناس. في ذاك الزمن ما كان العلم منتشر. كم كان عدد المتعلمين في الجزيرة العربية؟ لم يكن ولا واحد.
طلع لي واحد كان متعلم ما كان فيه، فكيف يجيبون على الأسئلة الكونية؟ ما عندهم أي دراية. فحبيت فقط أشارككم وأحييكم على طبعة اللينك كمان. تحياتي لك والأخ آدم. اوكي اسلموا ايديك جانو كثير، انا فرحان باتصالك. طيب في عنا اظن في شويه تعليقات، خلينا نقرا اخي ادم. طبعا بالتاكيد. في brother of all people عم بيقول عندي سؤال واحد ينهي كل تكبر الملحدين. في قران اخبرنا الله أنه حفظ جثة فرعون لتصبح آية لنا، ولكن اكتشف العالم الفرنسي هذه الجثة مؤخرا وقال لأول مرة نكتشف هذه الجثة ماتت غرقا. كيف عرف النبي محمد هذه الحقيقة وهذه الجثة اكتشفت حديثا؟ يعني يا برادر اوف اول، اقل شيء اعطينا اسم العالم الفرنسي، باي بحث سوا، باي هالمسائل هي كلها. ادم كيف ترد على الاخ بيبل اوف اول؟ طبعا هو اثار احد النقاط طبعا اللي يتوجه بها ايضا المشايخ والدعاة. فكره انه كيف انه النبي قبل 1400 سنة عرف بالشيء الفلاني، كيف عرف أنه مرج البحرين يلتقيان، اللي هو البحر اللي في المغرب على ما أذكر، أنه كيف أنه الكثافة بين هذا الماء والكثافة بين هذا الماء مختلفة، فإنه ما يمتزجن، فكيف عرف أنه هذا البحر؟ أوكي، تطرق الأخ للنقطة، إنه نقطة الفراعنة. تعرف إنه الفراعنة قبل 5000 سنة في بعض الجثث المحفوظة اللي المحنطة اكتشفوا إنه هم أجروا عملية في الدماغ، في مخ إنسان، وهذه العملية نجحت. الفراعنة قبل، يعني قبل الإسلام تقريبا 2500 سنة 3000 سنة، هذه العملية نجحت، والشخص اللي أجروا له العملية عاش لعدة يعني تقريبا 6 أشهر حسب ما طبعا تأكدوا الأطباء من خلال التشافي، شفاء الجروح وشفاء الجمجمة. يعني قبل 1400 سنة لم يكن العالم متخلف، لم تكن يعني الجزيرة العربية هي مكان مقطوع لا يصل إليه الماء ولا الهواء. يعني هاي الفكرة خاطئة. الجزيرة العربية كان فيها ناس يتاجرون ويروحون بقوافل، وكانت أكو ناس تجي عليهم، وفي تجارة وفي حج، اللي هو الحج قبل الإسلام، اللي هو ظل بعد الإسلام هو ظل نفس الحج، اللي هو نفس الطواف ونفس نفس الأمور، ما أعرف يعني ليش. في ناس تروح وفي ناس تجي وفي ناس تطلع قوافل وتجارة للشام وللصين وللهند ولغيرها، فلم تكن هاي المنطقة مقطوعة، لم تكن متخلفة إلى هذه الدرجة. الفراعنة حنطوا الجثث من 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 أوج حضارتهم، من قبل 5000 و4000 سنة هم حنطوا جثث الملوك وجثث الحاشية الملكية، وهذا الشيء معروف، يعني معروف للناس كلها. يعني زمن الرسول جاء بعد أكثر من 3000 سنة بعدهم، يعني كيف ما سمع بيهم؟ يعني خلي نقول إنه ورقة بالنوفل مثل ما نقل العلوم، البقية نقل هاي المعلومة. يعني ثاني شيء، أنت ما أنطيتنا أي مصادر حتى نتأكد من المعلومة اللي تفضلت بيها حتى ندققها، فهذا ردي عليه. بالضبط. أو في شغلة، أنا بعت لي الأخ جانو بعت لي فيديو، بصراحة أنا الفيديو شوية الكمبيوتر عندي تقيل شوية ما اشتغل،
بس بيقول حجم الأرض بالنسبة للكون يعني، وشرح بالنسبة للشمس ولهال. طبعا بس معلومة أنا بريد أذكرها للأخواننا خصوص المسلمين الذين للأسف الشديد ما عندهم اطلاع على المسألة هاي، إنه الشمس هي نجمة من هالنجوم الموجودة بدرب التبانة، ده المجرة تبعتنا درب التبانة أو طريق الحليب بيقولها، ميلكي واي بالإنجليزي بيقولوا لها. هي نجمة من تقريبا 400 مليار نجمة، ونجمة هي فوق المتوسط بالحجم يعني، في أغلب النجوم أصغر من الأرض يعني، ولكن النجوم البقية في أكبر من الأرض يعني بمئات أو مليون مرة أكبر من نجمة الشمس، والشمس هي أكبر من الأرض 1,300,000 مرة يعني. تصور حجم الشمس وحجم الأرض يعني، غبراي الأرض بالنسبة للشمس عبارة عن غبراي يعني. طبعا والشمس بالنسبة لغير شموس يعني غير النجوم، في نجوم يعني اللي بتسبب مثلا سوبر نوفا، اللي بتسبب البلاك هولز يعني، لا شيء كمان غبراي يعني. وهالمجرة اللي فيها اللي عرضها 200,000 سنة ضوئية، مجرة متوسط الحجم من بقية المجرات اللي يعني توقعات بس العلماء، المكشوف لحد الآن تقريبا فوق 100 مليار مجرة. ف يعني الأرض لا شيء لا شيء، وهن عاملين محور كل شيء يعني، مثل الكنيسة المسيحية لما بالقرون الوسطى، هي الأرض محور الكون، وهذا تعرف أنت كل شيء غلط، كله غلط بغلط. محتاج طيب آدم خلينا نروح لمحور تاني، إذا بشكل كروية الأرض يعني، وشو خلينا نبدأ بمسألة كروية الأرض بالقرآن. يا ريت طبعا. تحدثنا بقى الآيات اللي إجت فيها الأحاديث، وكيف تثبت إنه الأرض مسطحة يعني. هلا أنا بقول لك ودحاها يعني، بصراحة دحاها هي سطحة يعني. أنا برأيي الشخصي هي، لأن إحنا في عنا المدحل اللي بتسهل الأرض، دحاها يعني سطحة، مو جعلها مثل البيضة مثل ما بتبجحوا فيها هن يعني. أنا هذا رأيي، ما بعرف أنا، وبصراحة أنا ماني مستند على إثباتات إنه الكلمة هي شو بتعني بالضبط، بس أنا المفهوم للكلمة إنه دحاها سهلة. تفضل. طبعا طبعا، هاي نقطة أيضا من النقاط اللي يستغلها المشايخ، نقطة إنه بعد طبعا الإسلام بشكل عام طبعا يجزم بالآيات وبالأحاديث إنه الأرض مسطحة، وكيف إنه الأرض سوف تطوى كطي السجل للكتب، وكيف إنه مهدنا الأرض، وكيف سطحنا الأرض، وكيف بسطنا الأرض. طبعا هاي كلها آيات موجودة، كل الجميع مارين عليها طبعا. لكن يجيك أحد المشايخ يقول لك لا، إنه القرآن يثبت إنه الأرض كروية الشكل، وكيف عرف النبي قبل 1400 سنة إنه الأرض كروية الشكل؟ نفس الطرح المعاد اللي والله يعني ممل ممل، لأنه يعني في طبعا ناس قبل ظهور النبي، وقبل ظهور الإسلام، وقبل ظهور محمد، انهم اكتشفوا ان الارض كرويه، وحنمر على ذكرهم. لكن يجيك الداعيه مثل، خلي نطرح احد الاسماء مثل زاكر نايك، اللي الانسان المتبجح يعني، هذا يخلط الاوراق في سبيله، واخير في الاخير انه طلع عنده قناه، ويدعو الى تبرعات وما الى شكل ذلك يعني، هذا بالنهايه طلع اخره. عموما يأتي على ذكر سورة النازعات الآية 30، والأرض بعد ذلك دحاها. طبعا يذكر هو إنه دحاها معناها إنه نسبة إلى الدحية، والدحية هي بيضة النعامة. طبعا في اللغة العربية لا يوجد في أي معجم من المعاجم إنه الدحية، أو كلمة دحية، أو لفظ دحية إنه بيضة النعامة. الأمر ما بي إنه هو الدحي
واللي هو فرش فعل الدحي اللي هو فرش، وهي اللي تقوم به النعامة. النعامة طائر ما يصنع عش لنفسه، ما يصنع عش لنفسه حتى يبيض به، وإنما تدحي الأرض، يعني تفرش التراب، تفرش التراب حتى تتكون لها فد مكان تبيض به. وإنه الدحي، دحي الأرض، إنه فرش الأرض. فهذا أصل الكلمة في اللغة العربية في جميع المعاجم. وأتحدى إنه اللي يبحثون، وهذا الوقت أمامكم والتحدي مفتوح، إنه كلمة الدحي وفعل الدحي إنه هو فرش الأرض، وهو اللي تقوم به النعامة حتى تكون لها شيء يشبه العش، لأن هي ما تصنع عش مثل الطيور. فهذا، لكن هو يفر المعنى ويغير المعنى، وحتى إنه يقول كلمة دحية إنه هي دحية بيضة النعامة، وكأنما شكل النعامة شكل البيضة، والبيضة تشبه الكرة الأرضية، من هذا الكلام اللي ما له أساس من الصحة. طبعا نرجع إلى العالم أرستارخوس اللي ذكرناه قبل قليل، واللي هو أيضا عرف، طبعا هو عالم يوناني، والجميع طبعا من الناس اللي عنده أقل نسبة من الثقافة العلمية والمعرفة، أنه يعرف أنه كيف كانت الثقافة اليونانية القديمة، كيف كان العلماء اليونانيين، أنه من أقدم الحضارات في العالم، ومن أقدم العلماء وأبرزهم اللي هو أرستارخوس وأرسطو وغيرهم. طبعا أرستارخوس يعرف أن الأرض كروية قبل تقريبا من 900 إلى 1000 سنة قبل ظهور الإسلام، زين، عن طريق طبعا اكتشف كروية الأرض عن طريق مراقبته لعدة خسوفات للقمر. طبعا خسوف، أكثر من خسوف للقمر، في لو تجمعها في صورة تبين لك أنه كل مرة القمر مقطوع من جهة. فاكتشف أن الأرض هي عبارة عن دائرة كروية، مراقبته لهذه الخسوفات. طبعا في عالم ثاني أيضا يوناني قبل تقريبا 700 سنة قبل ظهور الإسلام، أيضا اكتشف أنه الأرض كروية، وبطريقة أخرى. طبعا قاس الظل في منطقتين في شمال أفريقيا، في منطقتين في آن واحد، وقاس يعني الظل والضوء، ضوء الشمس وانعكاس الظل في منطقتين في آن واحد، وحسب البعد بينهما، واكتشف انه كروية الأرض، وانطى فد إحصائية دقيقة جدا في زمنه، إلى الأرض تكاد أن تكون يعني قريبة جدا من الإحصائيات الحالية، الإحصائيات أو القياسات الحالية اللي يعتمدوها العلماء في قياس الأرض وقياس المسافات على الأرض. فهذا بالنسبة لكروية الأرض وشكل الأرض، طبعا اللي هو في البدء مثل ما أسلفنا أنه يوصفها مسطحة. في عدة آيات، في عدة مواضع، إن الأرض مسطحة، الأرض سطحناها وبسطناها وإلى آخره. لكن هناك من يتبجح بهاي الآية اللي هي ما لها أساس من الصحة في اللغة العربية، وعرفنا إنه فعل الدحي إنه هو فرش الأرض، وليس الدحي إنه هو بيضة النعام. بكل تأكيد أخي آدم، بكل تأكيد. طبعا أنا بحب بس أقول للأخ برادر أوف أول والأخ هيستر كمان، عارف تعليق إنه عن النبي، راح أقرأ التعليق على كل حال بعدين وناقش تعليق الأخ هيستر. بس أنا بحب أذكرهم وأقول لهم على فكرة، يعني التحدي لسه مفتوح يعني بالنسبة للمناظرات. يعني اذا الاخ برادر اوف اول، يعني اذا كنت كثير واثق من دينك انه علمي وبشكل علمي، يا ريت يا ريت يا ريت تراسلني وتفضل المناظره. ممكن
ممكن تثبت انه دينك على حق يعني، واذا قدرت تثبت انه دينك على حق بدلائل علميه يعني انا راح اتقبل بصراحه وراح اكون اول المؤمنين على ايدك يعني. والاخ هيثم كمان بنفس الشيء يعني، انا وجه له الدعوه انه تفضلوا يا جماعه، تفضلوا ناظرونا اذا كنتوا واثقين كل هالثقه هاي انه دينكم على حق. وطبعا اصدقاء كثير مستعدين للمناظره وما عندهم اي مشكله. طبعا انا بحب اذكر كمان اصدقائي انه انا فاتح سكايب، يا ريت تتصلوا فينا وتشاركونا تعليقاتكم، وخصوصا الاخ دانيال، يعني الاخ دانيال حاط تعليق على الماشي، يا ريت تتصل ونسمع صوته، يعني من زمان ما سمعنا صوته، اشتقنا له، ولا هو ما مشتاق لنا يعني، بس جاي ينقر علينا ويمشي. طيب خلينا أدم نروح على مرحلة مسألة تكون الجنين، مراحل تطور الجنين. يعني المضحك في القرآن يعني شيء مضحك، مناقشة إنه يتجرأ، وعلى علماء العجز العلمي هذول إنه يقولوا مسائل يعني مسائل تافهة بصراحة، يعني العظام وهالشغله، يقولوا انه هذا اعجاز علمي. طيب خلينا بس اظن دانيال نرجع لهالنقطه هاي، رح نرجع لهالنقطه هاي، بس دانيال اظن بده يتصل بده يحكي معنا، فبس خلينا نشوف دانيال سمعنا يظهر. تفضل دانيال. مساء الخير صديقي جعد، ومساء الخير ضيفك. مساء الخير، مساء الخير. اول شيء لازم فهم اصدقائنا ليش غبت عنا يعني الفتره هاي، وليش ما تركت لنا اي شيء. هلا اول شيء انا بعتذر عن الحلقه اللي كان معلن عنها وانا ما عملناها، بس بجد عم بواجه يعني كنت عم بواجه ازمه تقنيه عندي بالبيت، انت عارف يعني جبت معدات جديده فطلعت معداتي كثير سيئه صراحه انسدت. فجاب انطلق لبعثوا لي يعني صديقي بامريكا لرجع بعث لي الابل لل ما بعرف شو اسمه معجزة جديدة يعني. هذا هو السرابوات نعمل يعني. بالنسبة لصديقنا براذر اوف اول بيبول، انا حد بساله حتى على هوا يعني شو نوع البطاطا المسلوقة اللي بيتعطاها؟ يعني مش قدران مش قدران اني احبسها يعني. ما بعرف شو نوع البطاطا المسلوقة اللي بيتعطاها الانسان، يعني مش معدلة مخدرات ما بيعمل هيك. اظن بطاطا مكية يعني، بطاطا مزروعة بمكية. يا عم بيروح يشم بطاطا بمكية يا عم يشم كنسان، ما بعرف الرابات واحدة من ما في شيء ثالث. بطاري خطة الجمعة حطيتها بتحليل يعني، يا أخي اتق الله ربك ورب العالمين، أدرك نفسك قبل الأوان لأن العمر يعني ما بدي أقرأ الجريدة اللي كتبها يعني من 30 40 سطر. يا زلمة هذا البشر كيف بدهم يخلوا عن كتابي لدرجة يعني لو وراهم ولا قدامهم غيرين يتفرجوا علينا بهيك الفنون، مثلا قد شاطر ولا قد أبطاي مثل ما بنقول بلبناني يعني بالسوري حتى، ولا قد جدع بالمصري. ففي برنامج للمناظرة تطلع وعرضنا على ضيفك يعني مثل ما بيقول يعني بتعطيك دانيال. دانيال بصراحة يعني أنا استنيت تقريبا أسبوعين أنا حاطط الإعلان، ولحد هلا ما شفت مسلم غيور على دينه بده يثبت لنا يعني أقل شيء إنه دينه على حق يعني، وصار اتصال مع مسلمين. فصراحة واحد اثنين اتصلوا فينا بعدين تحججوا إنه الاتصالات ما هي سهلة عندهم فقطع الاتصال يعني ما بقدروا يطلعوا، وفي واحد خايف يطلع وجهه. طيب يا ريت يا ريت قال لي دانيال يعني هذا ليش خايف إنه يطلع وجهه يعني، مع انه الملاحقين نحن مو هن. صديقي جدا انت فاتح انه اللغه العربيه لغه الافخاخ، اللغه العربيه اللغه للافخاخ يعني انت فيك يعني انا فيني اقول لك جمله باللغه العربيه هلا وفيني اعمل لك فخ في هذه الجمله يعني ليه؟ لانه بتحتمل اللغه العربيه الجمله الواحده 4000 مليار و35 الف مليون ترسيخ، هاي النقطه خمس كنا متفقين عليها. محمد كان ذكي، هذا الرجل كان ذكي، بعد قالوا له فسرنا القرآن يا محمد، قال شو قال لهم؟ قالوا لا اتركوا ليه؟ حطيتكم شغال، ما هو ضل يعني ما هي لغتهم لغة القوم هاي، تركوا شغال للكتاب. كل سنة يطلع لنا جحفل جديد وبيطلع لنا تفسير جديد وتأويل جديد، بريح. هلا هذا أول مرة عم بسمع هذه الجملة من الصديق هذا من اللغة البيضاء اسمها دحاها يعني. يعني محمد كان توصله موصيله لطيف النعمامي، أوكي مش ماشي.
يعني بمعنى انه يعني هادو هادو برهانكم ان كنتم من الصادقين. فقط يعني اللي وانت عندك قد مش مخك انت على الارض انا وياك امام الناس وبالنهايه المستمع عنده الدماغ اللي يقدر يحدد هذه المساله وهذه المساله بالتاكيد. مش عم بحكي عن المستمع اللي بالعقل احكي عن اللي بس بالعقل يعني بيقعد سخر الله مثل الاخوان برازر وفور انا خبط الجمعه على المنشور على الحلقه يعني عطي انا بعرف ساعه يعني فجاب ما يتجرى وايدي يعني هذول اللي يحطوا بالونات هذه بالونات حراريه تطلع وتبجم بالجو لعنة الله عليكم بدأ الله يهديكم يروح علينا داعش الله يهديكم. لا هو الظريف بالأمر دانيال يعني بينزل فيك شتائم 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 بعدين وبالتالي لعنة الله بعدين الله يهديكم. طبعا انت لازم تنتبه لمسألة جان صديقي انه محل ما بيقول عنك يا حمار ويا حيوان ويا كلب بيقول الله يلعنك بيذكر اسم ربه يعني بيذكر اول شيء اول اربع كلمات يا حمار يا عشان سمعينه وعشان طبعا يا حمار يا حيوان يا كلب الله يلعنك فالله جايب الحمار والحيوان والكلب عنده انا مبسوط فيه انا مبسوط بس شوف عليك الله يكرمك ما هو يعني اسم ربه ينوجد من هذه الاسماء بالنسبه لي انا بس شوف فهمت عليه كون فرحان لانه هي حقيقتك للامور حتى اراها على جبل انت والذكر ويلا ان شاء الله قريبا نرجع مع بعض ونرجع نشتغل مع بعض بس تسلم تسلم دانيال شكرا على الاتصال شكرا على الاتصال. طيب خلينا نرجع على موضوع التطور الجنين اخي ادم واسفين على الاطاله تفضل. لا ولا يهمك بالتاكيد طبعا طبعا هاي اكثر من اكثر النقاط اللي يتردد عليها دعاة الدين وحتى يقنعون الناس اللي الناس اللي ما عندهم تعليم الناس البسطاء حتى يقنعوهم بالدين ويستغلوهم ويصنعون لنفسهم شهرة وما إلى شاكل ذلك طبعا كله في كله يصب في فائدة رجل الدين كله يصب في مصلحة المنظومة الدينية التي سيطرت على الدول الإسلامية والدول العربية الخربانة اللي خربت انتهت الدول العربية نشوف العراق ونشوف سوريا ونشوف بقية الدول العربية ليبيا وهذا كل 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 ما كل ما حصل بيها تحت سيطرة الجماعات الإسلامية الكل تصرخ إن نحن جند الله نحن مرسلين من الله نحن حزب الله نحن لكن كل الدمار هم في البقع بقع الأرض اللي يتواجدون بها ويستغلون طبعا هذه يستغلون طبعا هذه الناس البسيطة ويستغلون هذه الآيات اللي تتكلم عن اللي هي ما بها أي إعجاز وما بها أي أساس من الصحة وأي أي إثبات علمي يستغلوها في سبيل إنه يقنعونها للناس لكن إحنا اليوم هذا الهدف إنه نبين إنه كيف إنه هاي الآيات اللي يعتبروها معجزة إنه كيف هي خاطئة بشكل فظيع بشكل بعيد طبعا من الآيات هي والمواضيع اللي دائما تتردد اللي هي مراحل تكون الجنين من البداية إلى النهاية مراحل تكون الجنين جا ذكرها بصورة المؤمنون طبعا من الآية 12 إلى الآية 14 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما طبعا هاي المراحل يجيك رجل الدين ويجيك الداعي يقول لك هاي المراحل هي مثبوتة علميا هاي المراحل هي الصحيحة اللي حاليا الآن وصل لها العلم ما صار له كم 20 أو 30 سنة وصل لها العلم وكيف عرف النبي قبل 1400 سنة وشوف الإعجاز والله ومدري شنو يبدون الناس يصيحون ويصرخون وما أعرف يعني من شدة الإعجاز إنه هاي الآيات وهاي المراحل هي أصلا مراحل خاطئة في البداية خاطئة طبعا حنجي على ذكرها كيف خاطئة ثانيا انه هل يعني نسأل احنا هل انه ما في احد بالعالم وبالدنيا قبل الاسلام ما بين كيف انه الجنين
يتكون وكيف انه جنين يتطور في بطن امه. طبعا لو نرجع للتاريخ انه في ناس بينوا كيف انه الجنين يتطور، كيف انه الجنين يتكون في بطن امه. مثلا عندنا العالم أبقراط، أبقراط هو عالم يوناني أيضا، عالم يوناني طبعا بين مراحل، أربع مراحل للجنين في تكون الجنين. طبعا هي المراحل كانت خاطئة، لكن هو كان يعني إمكانياته بسيطة، وقبل 1000 سنة من الإسلام، يعني قبل 2500 سنة كانت إمكانياته بسيطة، وعلى الإمكانيات اللي عنده وصل بالاجتهاد وبالمتابعة وبالتجربة إلى هذه المراحل. قسم الجنين أو مراحل تكون الجنين إلى 4 مراحل. طبعا بعد أجا سقراط أيضا قبل 900 سنة قبل الإسلام، أيضا وضع مراحل مختلفة قليلا عن مراحل أبقراط، مراحل تكون جنين أيضا فصلها إلى تقريبا 5 مراحل. بعد هذا جاء العالم جيلين، العالم جيلين اللي فسر أيضا مراحل تطور الجنين. طبعا قبل 800 سنة من ظهور الإسلام، وطبعا عنده كتاب، هو كتاب أون سيمنز، كتاب موجود الكل يقدر يبحث عنه، ذكر فيه مراحل تطور الجنين، وهي مراحل متطابقة تماما مع المراحل اللي يذكرها القرآن. هذا العالم جيلين جاء قبل الإسلام ب 800، أكثر من 700 800 سنة. يعني هل الإعجاز، لو في إعجاز أصلا، لو في إعجاز، هل الإعجاز ينسب إلى محمد أم ينسب إلى جيلين؟ الجيلين المفروض هو يكون نبي، يعني المفروض أنه إحنا نتبع جيلين، ويا ريت لو نتبع لأنه هو عالم. طبعا هو كان عالم كبير، وكتبه أكثر من 300 كتاب ترجمت وانتشرت علومها في كل بقاع الأرض في حينها، يعني حتى في بلاد فارس وغيرها، وحتى في وصلت إلى الجزيرة عن طريق السفر والترحال والتجارة، لأنه يعني كتب ترجمت يعني. فهذا أول 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 فقرة أو أول نقطة نذكرها، أنه هذه المراحل مذكورة قبل الإسلام عن طريق العالم جيلين وكتابه اون سيمنز. هذا في اول نقطه. النقطه الثانيه، هل يعني لما نجي نفسر خلقنا الانسان من سلاله من طين، سلاله من طين يعني شنو سلاله من طين؟ باي مرحله من المراحل يكون الانسان من طين؟ يعني لو نتابع انه الانسان من اللحظه الاولى، من عندما تتلقح البويضه، وعندما يعني لا حياء في العلم، من خروج السائل المنوي إلى تلقيح البيضة إلى انشطار البيضة إلى 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 تكونها، في أي لحظة يكون الإنسان طين؟ يعني طبعا هذا في تفسير الطبري، في تفسير الطبري حرفيا يقول من سلالة من طين، أي من طين من سلالة آدم، يعني حرفيا أنه هو يكون من طين، يعني يشرح أنه فعلا. طيب احنا علميا او بالمشاهده العينيه، يعني في اجهزه سونار واجهزه غيرها، لا يعني ما في طين، اي طين بالموضوع ما في. هاي نقطه، من سلاله من طين، ثم جعلناه نطفه في قرار مكين. طيب انه الان وصلنا الى انه نطفه في مكان، بعد النطفه خلقنا النطفه علقه. ما هي العلقه؟ ما هي العلقه؟ العلقه انه هي في اللغه انه هي الدم، يعني الدم المتجلط، الدم يعني ليس سائل، دم متجلط كثيف. طبعا في الجنين في اي مرحله من مراحل
تكونه ونموه لا يكون عبارة عن دم. الجنين ليس دم، الجنين عبارة عن بويضة، بويضة، وهي هاي البويضة بويضة حية تتلقح بحيمن، بحيمن، هذا الحيمن هو أيضا حي، يعني الحيمن هو يتحرك لما يخرج هذا السائل المنوي من الرجل، يكون هذا الحيمن متحرك فيلقح البويضة، والبويضة ليست دم، ليست علقة. خلق الإنسان في صورة الفلق، خلق الإنسان من علق، يعني العلق اللي هو الدم. في أي مرحلة يكون الجنين دم؟ الجنين لا يكون دم، إنما هو هذا الدليل. يعني لو نركز شوية، إنه لو الإنسان الجاهل أو الإنسان الغير متعلم يشوف البويضة بعينه المجردة يقول لك هذا دم، فنستنتج إنه وصف القرآن إنه هو وصف بدائي، لكن الجنين والبويضة ليس الدم، إنما البويضة هي فد يعني كائن يبدي يتخلق ويتقسم. عبرنا مرحلة العلقة إلى نصل إلى مرحلة المضغة. مرحلة المضغة اللي هي توصف باللغة أنه هي اللحم، يعني تنوصف في اللغة أنه هي يعني يوصف الجنين أنه هو صار عبارة عن قطعة من اللحم. لكن هو الجنين في مرحلة، في هذه المرحلة بعد تقريبا 3 أسابيع أنه هو يبدي ينشطر. طبعا هذه البويضة تبدأ تنشطر في الأسبوع 3، وقبل اكتمال الشهر الأول يبدأ قلب الجنين بالنبض، يبدأ قلب الجنين بالنبض، ويبدأ العقل بالتخلق، يعني يبدأ العقل بالتكون في الجنين. طبعا هنا يوصف لنا انه هو مضغة اللي هو قطعة لحم، يعني كأنما شيء جماد، وإنما هو ليس جماد يعني في هذه المرحلة، إنما هو كائن فيه قلب ينبض. هذا أرجو إنه يركز عليها الناس. ثم بعد المضغة، إنه هو خلقنا المضغة عظاما، وبعد العظام كسونا العظام لحمة. كأنما أنت تتصور هذه الجملة كأنما المضغة تكون هيكل عظمي، بعد الهيكل العظمي يتكون اللحم والألياف العضلية. وهذا وطبعا هذا الشيء غير موجود، يعني لأنه مراحل التكون الجنين وتطور الجنين، طبعا هذا الكلام موجود صوت وصورة، صوت وصورة اللي يبحث عنه، يعني مجرد بحث صغير على اليوتيوب هناك أكثر، يعني أكثر من عشرات الأفلام الوثائقية اللي تشرح هذا الكلام. العظام تتكون في البداية تكون غضاريف. طبعا هذه الغضاريف قبل، يعني في البداية تتكون غضاريف، بعدين الغضاريف تتحول إلى عظام. في البداية تتكون غضاريف، قبل ما تتحول الغضاريف إلى عظام تتكون الألياف العضلية اللي هي تعتبر اللحم اللي يكسو العظام. فالألياف تتكون قبل ما الغضاريف تكون عظام أصلا. فهذه أيضا نقطة خاطئة علمية في مراحل تطور الجنين. هاي بالنسبة للنقطة العلمية. وبالنسبة للنقطة التاريخية، أنه هي المراحل المذكورة قبل الإسلام بمئات السنين مذكورة، وذكرنا العالم وذكرنا المصدر المذكورة به اسم الكتاب. فهذا بالنسبة لمراحل تطور الجنين. وطبعا في، يعني أنا أؤكد أنه في استعداد من كافة الشباب اللي يبحثون، وكافة الشباب اللي يبحثون عن الحقيقة، يبحثون عن العلم الحقيقي، وليس العلم العلماء اللي يسمون نفسهم علماء السعودية وعلماء غيرها، اللي يقول الأرض لو تمشي، لو أعرف
من هاي الأمور، في استعداد إنه مناظرة أو استعداد أي شخص يأتي بحجة علمية وبأدلة علمية، في استعداد للمناظرة وفي استعداد لبيان هذه الأخطاء وهذه النقاط اللي يستغلها المشايخ. أكيد وهدفنا أكيد طبعا، هدفنا إنه نوضح للناس إنه حتى لا يكونوا عرضة للاستغلال، عرضة للخداع. هذا هدفنا طبعا. بكل تأكيد أخي آدم، بكل تأكيد. طبعا هلا في الأخ براذر كتب لي يا أخي، بس أخ جان وآدم، أنا لا أكرهكم ولا أكره أحد، أنا أريد الخير لكم، أتمنى أن تشاهدوا الفيديوهات بالعقل فقط وهي أسفل التعليقات. طبعا أنا أخي الأخ برادر، شكرا كثير، يعني أنت سميتنا أخوة مع أنه دينك يعني يعاقبك أنه تسمينا أخوة، وهذا أكيد يعني بالعقيدة الولاء والبراء. إذا كمان تشوف حلقة نبينا سامي الدين عن عقيدة الولاء والبراء، يعني حتى الأخ كلمة أخ لازم ما تطلق علينا، لأنه نحن كافرين بدينك للأسف الشديد. يعني هذا أي متطلبات دينك أنك تكرهنا، وليس وبكل تأكيد نحن ما بنكرهك، ومثل ما بقولوا أنتوا يعني أخوتنا وأهلنا وناسنا. نحن اللي أنا اللي بكرهه فيك هو الدين اللي بدعو للكراهية. أنا لا أكرهك كشخص، أنت أخ ويعني من مجتمعنا، أنت واحد منا وأنا واحد منكم، ولكن للأسف الشديد هالدين هذا خلاك تكرهنا غصب عنك في التقديس. وشغلة ثانية يا أخي، أوكي نحن أخوة، تعال تفضل عنا خلينا نتناقش، يعني مو ضروري تكتب لي التعليق وشوف الفيديوهات. الفيديوهات هي كلها أصلاً من هالبهاليل هدول اللي عم بيحاولوا تخريف العلم، اللي عم بيحاولوا يضحكوا على الناس ويسلبوهم فلوسهم يعني صفاتهم. للأسف الشديد يعني روح من عندك، بهلول النجار للكيالي لكل هالمشعوذين هذول، لعدنان إبراهيم للعريفي لكل هالمشعوذين الدجالين هذول، شوفهم شوف 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 عيشتهم، عيشتهم كيف. يعني زغلول النجار هذا بيطلع يكذب علنا قدام الناس كذب فاضح، في سبيل شو؟ في سبيل يخدع الناس هاي ويخدع الشباب هذول المغفلين للأسف الشديد، ويساوي مصاري، يعني يساوي مصاري. روح شوف عيشته والقصر اللي عايش فيه والقصور اللي عايشة فيه، كلها من وراء المساكين اللي الفقراء اللي معدومين أصلا. يعني اللي عنده فرنجين بيروح بيحط على كتاب بشان هالوهم المقدس هذا للأسف الشديد. شو رأيك بتعليق الأخ برادر في آدم؟ تفضل. بالتأكيد طبعا، أنا أحب أرد عليه إنه يعني إحنا كرافضين للطرح الديني أو ملحدين أو شو ما يسمينه، لا نكون كراهية لأي شخص لأي شخص دين أو غير ذلك، لكن إحنا انه هذا الشخص ما يكون أداة، ما يكون أداة للقتل. ليش؟ يعني هو الأخ برادر أو ما أعرف شنو اسمه، إنه يصفنا بالأخوة، ويؤمن بدين فيه آية صريحة تقول من بدل دينه فاقتلوه. يعني هو الآن مكلف بقتلنا، هو الآن مكلف بقتلنا. لو هو يؤمن إيمان حقيقي بدينه وملتزم بدينه، إنه هو الآن مكلف بقتلنا. إحنا ما نريد يقتلنا ولا نريد إحنا نقتله، بالعكس إحنا ناس، إحنا نحب الإنسانية ونحب المساعدة ونحب كل البشر على حد سواء، لكن إحنا نريد نبعد هذا شبح القتل وشبح الدمار وشبح اللي يخالف لازم ينقتل. من بدل دينه فاقتلوه، يعني آية صريحة ما تحتاج. أنت كيف تصفنا بالأخوة؟ يعني ما أعرف يا أخي، يعني أتمنى أن تراجع نفسك.
في الأخ أو الأخت، أنا ما بعرف بالضبط، بندورة، أنا على طول بندورة أمي عم تقول أو عم بيقول ما الفائدة من في أي عجز علمي في هذا الكتاب العفن إذا في نفس الوقت يحلل الاستمتاع بالأطفال ضرب المرأة؟ يعني وبالفعل يعني عند بندورة في رأي كثير مهم هون، يعني شو حتى إذا كان عجزه صحيح ومثبت علميا 1000000%، والكتاب يدعو لضرب المرأة وحل الاستمتاع بالأطفال وبهالمسائل هي، يعني بسبب المرأة بالكلاب والحمير وهالمسائل، شو الفائدة؟ يعني شو حتى إذا كان الله صحيح وهو ظالم لهالدرجة هي، فشو رأيك بهالنقطة هي يا آدم؟ والله في الحقيقة احنا لا، في البداية يعني أرجو إنه نثبت على النقطة إنه لا نفترض حتى فرضا إنه القرآن فيه إعجاز صحيح، حتى فرضا، لأنه هذا الشيء احنا نفيناه نفي قاطع وبالأدلة، حتى فرضا. بالنسبة للأمور اللا أخلاقية في الدين، في القرآن وفي السيرة وفي سيرة التابعين، انه هي لا نهايه لها في التفخيذ. يعني انت تعرف، يعني ما اعرف اذا الناس تعرف معنى هاي الكلمه، التفخيذ للاطفال، مفاخر مواد الاطفال في ممارسه الجنس مع الحمير، في ملك اليمين، ملك اليمين، وكل شخص يكون له ألف جارية يتمتع وياها في الصباح والمساء. يعني هاي الأمور كلها، طبعا احنا ما جينا على ذكرها حتى لا نجرح مشاعر. يعني انا اختاريت انه اناقش مسألة الإعجاز العلمي او مسألة العجز العلمي حتى ما اجرح مشاعر في جوانب اخرى. طيب الأخ هيثم، خلينا نقرأ تعليقه. عم بيقول عن النبي محمد، عم بيقول إنه إن لي في وصف ليلة القدر، إن ليلة القدر طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، لا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح، ولا يغنى فيها بنجم، ومن علام يومها أن تطلع الشمس لا شعاع لها. بصراحة شيء مضحك، يعني شيء مضحك. يعني ليلة القدر هلا إذا في السعودية لا حارة ولا باردة، بالقطب الشمالي أكيد باردة يعني، لا مطر ولا ريح، إذا في السعودية ما في لا مطر ولا ريح، أكيد في بريطانيا في ريح ومطر يعني على طول، ولا يرمي بها بنجم، يعني كيف النجم برمى؟ أنا هي ما بفهم، يعني كيف النجم يرمى؟ يعني الوصف المحمدي كان خلال المشاهدة والمراقبة، يعني النجم كانوا يعتبروه هو لا شيء، يعني هو الضوء فقط، ولكن النجم مثل ما حكينا قبل، يعني النجم هي الشمس وأكبر من الأرض، يعني الشمس هي ذاتها أكبر من الأرض 1,300,000 مرة، فإذا رماها لن ترمى الشمس ولكن الأرض سوف ترمى إليها. يعني فكلام كله فارغ فارغ فارغ، يعني شو تعقيبك على انا تعليقي، يعني تعليقي ما اعلق يعني اكثر مما اذكر له الايه اللي تقول وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يعني النجم اللي هو مصباح، ولو صعد الشيطان يرجمه. يا اخي هذا، يا اخي هذا 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 النجم هذا اكبر من المجموعه الشمسيه كلها مالتنا. يا اخي كيف هذا مصباح؟ يا اخي هذا فد كوكب عظيم، فد كوكب منتهي الكبر، منتهي المساحة العظيمة، في طاقة تدمر المجموعة الشمسية كلها في لحظة. هل هذا مصباح؟ هذا الكوكب العظيم الجبار اللي احنا نقطة 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 يمه، يرجم الشيطان إذا صعد للسماء؟ هذه هي نفس أسطورة الإسراء والمعراج، إنه النبي صعد على الحمار أو على الفرس اللي عنده جناحات. طيب هو في الفضاء الخارجي، في الفضاء الخارجي ما في هواء، يعني
أرجوك اسمه الجحش الطائر. إيه الجحش الطائر، الجحش الطائر كيف يستخدم جناحاته في فضاء ليس فيه هواء، هواء يعني ما في هواء بالفضاء الخارجي، وكيف إنه الملائكة تطير وجبريل له 30,000 جناح؟ طيب شو يسوي بالأجنحة؟ يعني هواء ماكو يا أخي، يا أخي هذا الشرح بدائي، هذا المعلومات والطرح بدائي، لكن لا يغركم السجع، لا يغركم الأسلوب المتبع في القرآن اللي هو التجميل الكلمة والوزن والقافية، اللي هو لو ترجعون إلى عتات الشعراء في قبل الجاهلية والمعلقات تجدون أكثر أبلغ من القرآن، هو أكثر كلام، يعني أكثر بلاغة وأكثر وصول في المعنى من القرآن. ارجعوا إلى المعلقات، ارجعوا إلى شعراء قبل الجاهلية، ارجعوا إلى شعراء قبل الإسلام عفوا، شوفوا كتاباتهم، شوفوا اقرأوا لنيتشه، اقرأوا لنيتشه، يعني شوفوا هكذا تكلم زرادشت، يعني كتاب تحدى فيه، هو نيتشه تحدى فيه الإنجيل، تحدى فيه الإنجيل بكافة النواحي البلاغية والصور، كيف أنه صور الأمور. اقرأوا لو تقرون منه صفحات قليلة حتى تتأكدون أنه الإنسان قادر على أنه يكتب مثل هذا الكلام وأكثر. وأما هاي الحجة أنه فآتوا بمثله أو بعشر صور، أو هذه الحجة يعني انتهت من زمان، لأنه قبل ما يأتي القرآن في أقوى من القرآن، وبعد القرآن في كان أقوى من القرآن في نفس اللغة وفي عدة لغات، وهكذا تكلم زرادشت في نحن نقرأه بالعربية، إنه كتب باللغة الألمانية بعد الترجمة، يعني الكتاب ترجم وبعد الترجمة لا زال الكتاب قوي جدا، قوي جدا في ناحية الطرح اللغوي والتكوين اللغوي. فاقرأوا يعني اقرأوا وتثقفوا يعني في هذا المجال، لا لا انزعوا قناع القدسية عن الأديان وشاهدوها بدون قدسية. هذا ردي يعني. أكيد أخي آدم أكيد، وبصراحة أنا أوجه يعني وأيد كلامك 100% وأشد على إيدك بهالكلام هذا، وأنا بتمنى أن أصدقائنا المسلمين خصوصا يقرأوا، يا جماعة اقرأوا فتحوا عقولكم، القرآن هو حتى لا يصلح أن يكون شعرا بالأساس، يعني شوية سجع وشوية خربطات وخربشات، قدسوها بقوة السيف، خلونا نقدسها، خلوا أجدادنا يقدسوها ورثونا التقديس هذا. ويتصور أنت تصور الفتح الإسلامي، خلينا نقول الغزو الإسلامي هذا لما أجى على بلادنا، إن كان بالعراق، سوريا، فلسطين، شمال أفريقيا، كل هالبلدان هاي، يعني اليوم عم نشوف داعش وطرق القتل والإجرام الموجودة قدام عين العالم، نفس الشيء كان يساوي بصدر الإسلام لما دخلوا هالبلاد هاي، يجمعوا الناس في ساحة المدينة أو ساحة القرية، ويجمعوا الناس ويساووا الإجرام هذا الإرهابي هذا قدام الناس، فالناس صارت تخاف، صارت تقدس غصب عن تقدس هالترهات الموجودة بالقرآن أصلا. يعني القرآن لا صدقوني لا يصلح أن يكون يعني بمستوى الشعر، يعني ليس بمستوى الشعر، يعني بيقول لك القارعة وما القارعة وما أدراك ما القارعة، ثم يكون الناس كالفراش المفثوث ويكون العهن المنفوش والبطيخ المنكوش، ولا شو هالترهات هذا يصلح يكون شعر أصلا؟ بالتأكيد بالتأكيد. وفي في في لا أذكر اسم الشاعر، شاعر طبعا سبق الإسلام، سبق ظهور الإسلام، إنه في أبيات من الشعر، أبيات من الشعر نفس آية انشقاق القمر. صح،
يعني طبعا لا الكره طبعا كلنا شعراء، ما هو واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، يعني يعني القران لا يصلح ان يكون من مستوى الشعر الرديء، يعني هو شعر رديء اذا كان سمينا الشعر على شويه سجع، على شويه خزعبلات، على شويه تفاهات، على شويه ارهاب، هذا هو القران يعني. وفرجيني اين التنظيم، اين خلينا نقول التنظيم الشعر، خلينا نقول بهالايات التافهه هاي، وقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، اين الشعر اصلا سجع، يعني ما وصل لمرحله الشعر. لو تسمح لي، في تناقضات كبيرة أيضا في القرآن. يعني لو شوف الآيات المكية والآيات المدنية، طبعا الآيات المكية إنه طبعا لكم دينكم ولي دين، واعبدوا يعني اعبدوا اللي يحلو لكم. لما تحول إلى المدينة، في صار قاتل الذين يقاتلوكم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وبدأ المسلسل الدموي في المدينة. لكن في مكة أنتم تعبدون، لا أنتم تعبدون ما أعبد، ولا أنا أعبد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. لا لا طيب آخر. آدم هو هي شلون، كيف بيقول ما أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، وعبدتم ما عبدتم، مثل هذا اللي بيقول أمثلة بسيطة بس ما تستصحبهاش 3 مرات. يعني يعني عم تلعب، يعني إله، أنت إله بكل هالقدرات وكل يعني جاي وتلعب معنا، عبدتم ما عبدنا وضربتم ما ضربتنا خليني ازيدك من الشعر، انه من الشعر بيت مثل ما يقولون هذا المثل. تفضل تفضل. إله يخلق كون غير متناهي لحد الان، انا ما نعرف نهايه هذا الكون. الكون يعني في اخر تقارير علميه نكتشفوا مجرة خارقة، هاي المجرة من حجمها الكبير خارقة لقوانين الفيزياء اللي نعرفها، يعني خارقة من حجمها الكبير. طبعا هذا الإله اللي يخلق هذا الكون الغير متناهي الحجم وغير متناهي الأبعاد، في يوم من الأيام ينزل آية وينزل جبريل حتى يسب أبو لهب ويقول لها تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وكسب، ستصلى نارا ذات لهب وفي جيبها حبل من مسد، ويعني يسيء الها ويخلي عقله في عقل انسان من خلقه اللي هو هذا الانسان. يعني نصف الكره الارضيه والمجموعه الشمسيه هي ذره تراب بالنسبه للكون. طيب هذا الانسان شنو؟ ما اعرف شو اوصفه، يعني ما اعرف شنو التوصيف يعني اللي يناسب هذا الوضع. صراحة أنا ما أظن في وصف ممكن، يعني الوصف اللي ممكن نوصف فيه القرآن والإسلام هو إنه هو عبارة عن منتج من القرون الوسطى. يعني القرون الوسطى كان كل الشعوب كل الناس ما كان في يعني متدينين، كان الدين هو الخرافة، خلينا نقول الخرافة هي المسيطرة على الفكر البشري. يعني ما كان في شيء علم، ما كان في شيء أدوات علمية ممكن إنه نحاكي الأسئلة اللي كنا نطرحها، الإنسان يطرحها، هي منين جينا وين رايحين ومين نحن، وهل الأسئلة الوجودية هي اللي مرافقة الإنسان منذ نشأة الإنسان. يعني هاي هي الإسلام والقرآن، هو منتج أيام عصره يعني، ولا يصلح بأي شكل من الأشكال في العصر هذا بوجود الأدوات العلمية الموجودة بين يدينا حاليا. بالتأكيد طبعا هي كانت البيئة مناسبة طبعا لظهور الأديان، لحاجة الإنسان، الإنسان ما يستوعب، مثل ما في الحلقة السابقة الإنسان ما يقدر يستوعب إنه في إنه الإنسان راح ينتهي، والبشرية البشر من يموت راح ينتهي وخلاص. ففي هذاك الوقت يعني كانت الأجواء مناسبة لظهور الأديان، وظهرت أديان، ظهرت المانوية قبل الإسلام، النبي ماني،
ظهرت الزرادشتية، زرادشت في بلاد فارس، وبعدين ظهرت المسيحية وظهر الإسلام وظهر كلها أديان، يعني كلها نفس المنتج، نفس الأصدار، لكن بطبعات مختلفة. أكيد. طيب عندي تعليق أخير راح أقرأه وننهي الحلقة. يعني في الأخت أنا عم بتقول إنه العجز العلمي فعلا أجمل وصف للسخافة التي يدعيها الإسلام. ما شاف الدين لديه عقدة نقص فيحاول تركيب وادعاء أي شيء للدين زي عند المسلمين، وبالآخر يطلع يا مسروق يا من قبلها وما فيها شيء أصلا، يا خطأ علمي وقمة الثقافة من أساسه. بكل تأكيد أختي أنا يعني وأي كلامك مليون بالمية، وهي كلها ثقافات وعقدة نقص، يعني الثقافة الكسولة اللي عند المسلمين اللي زرع الإسلام بأهلنا للأسف الشديد، ثقافة الكسل وعدم البحث وعدم العمل وعدم كل شيء، حتى وصلوا ويعتمد على أشياء تافهة مثل الإعجاز العلمي الحكي هذا. طيب أخي آدم، نحن وصلنا لنهاية الحلقة، يا ريت إذا فيك كلمة أخيرة تحكيها بها المناسبة تقول لأصدقائنا خصوصا المسلمين، يعني مسألة الإعجاز العلمي واعتمادا على الإعجاز العلمي هذا المزعوم يعني. تفضل. طبعا في البداية أشكرك أخي جان يعني على الاستضافة، وأشكر كل اللي تابعنا، ويعني في كلمة أخيرة إنه أنصح يعني كل المسلمين، كل الناس اللي المسلمين حتى غير المسلمين، يعني حتى المسيحيين، كل من يعتنق دين، إنه يبحث في هذا الدين بدون قدسية، يشيل القدسية ويبحث في هذه، على الأقل في هذه الظواهر اللي يسموها ظواهر الإعجاز العلمي أو آيات الإعجاز العلمي، ابحث فيها، خصص وقت ولو نصف ساعة في اليوم، يعني ابحث، لأنه أنت لازم تكون تعرف الحقيقة، لا تعيش في زيف، لا تنتظر دائما والله الله الله ينجحك والله يرزقك، أنت لازم تبحث، اترك هذا يعني التباطؤ، واترك هذا العجز عنك، ابحث، اتحرك، الحقيقة ما راح تجي يمك، ابحث عنها حتى تكون انت على بينة من حياتك. الحياة هي فرصة، الحياة هي مرة واحدة لن تتكرر، فلا تعيشها في زيف. وهذا يعني هذا أتمنى هذا كلامنا وهذه الحلقة وهذا النقاش إنه يكون محرك إلك حتى إنه تبدأ بالبحث وتبدأ بالبحث عن الحقيقة. أنا بشكرك كثير أخي آدم. طبعا أنا بحب أذكر أصدقائنا إنه يوم السبت راح يكون عندنا موضوع كمان بنفس المجال، هو موضوع العجز العلمي بالقرآن مع الأخ الدكتور جورج بول، وبتمنى تتابعونا يوم السبت مع الأخ جورج ونشوف نتابع موضوع الإعجاز العلمي هذا، وكيف الوهم العلمي بصراحة، العجز العلمي أو الإزعاج العلمي، يعني بكل الأسماء تنطبق على موضوع الإعجاز العلمي. وبتمنى أشوفكم يوم السبت وتابعونا، ومثل ما قلت يعني أنا ما بدي أقول تحدي، ولكن باب الحوار مفتوح، يا جماعة راسلونا وخلونا نتناقش. يعني الأخ براذر أوف أول عم بقول أنتو أخوة، شكرا كثير، وهذا من طبعا من أخلاقك وليس من أخلاق الإسلام، يعني تكون صريحين، هي من أخلاقك. ولكن أنا أتمنى يا أخي أنت مقتنع على عيني وراسي، أهلا وسهلا، ونحن مقتنعين بوجهة نظر، أنت مقتنع بوجهة نظر، تعال نتحاور وجيب برهانك إن كنت صادق، يعني إن كنت بالفعل متأكد كل تفضل، وما حدا راح يلاحقك لأنك أنت عم تدافع عن دين الحق مثل ما بتعتبر، يعني ونحن الملاحقين مو أنت. البين على من ادعى بكر. أنت تدعي أن هناك إله، فالبين عليك، تفضل اثبت وجود هذا الإله، تدعي أن الإسلام دين الحق، تفضل اثبت أنه الإسلام دين الحق. يا أخي نحن نتناقش،
يعني اول ايام زمان كانوا يقولوا هل من مبارز، هل من مبارز. العصر تغير، فرسان اليوم صار بالعقل. فنحن نقول هل من مناظر، هل من مناظر يا مسلمين. واتمنى تكونوا بقد الشجاعه اللي الارهابيه شجاعتكم الفكريه. خلينا ناخذها من هالمنطلقه. تفضلوا كونوا شجعان، تفضلوا ناظرونا. وبشكركم كثير اصدقائي، واتمنى اشوفكم بكره في عنا حلقه مع الاخ السوري جوفان، اظن انطق الاسم مضبوط، بنفس التوقيت الساعه 2 توقيت لندن مساء. وبعد بكره راح يكون معنا الاخ جورج بول، ويوم الاحد راح يكون معنا الاخ مير البحث شجاع البغدادي كمان عن تطور نظريه التطور وتطور الانسان. فيا ريت تتابعونا، وشكرا لكم كثير، وشكرا كثير لك اخي ادم. شكرا. شكرا حبيبي، شكرا جدا. الى اللقاء اصدقائي، الى الاصدقاء في حلقه قادمه.